السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الغزالات. نتمنى يا ربي اموركم كلها تكون بخير وعلى خير. واخيرا رجعت لكم فيديو اللي كنت بعتكم به هذه مده، وعرفت راسي تعطلت عليكم يعني باش نزلو، ولكن بغيت ناخذ فيه وقتي ونرسي كل حاجه تجي بلاصتها، واللي هو جلستي المغربيه. اكيد ما غاديش نعتبرها صالون لان ما فيها لا صدادر لا طلمط ولا حتى حاجه، والصالون ان شاء الله يعني يجي من بعد منين ندير ليه يعني وقيتو تاويلو ان شاء الله تا هو نديرو، علاش لا. الله يجيب غير الامكانيات هنا، لان شويه باش صعيب باش تصيبي صالون مغربي. المهم ان شاء الله من بعد، ولكن هذا انا غادي نعتبره بحال رواق مغربي، بحال واحد المتحف صغير مغربي شامل فيه شويه شويه من كل حاجه من الصناعه المغربيه التقليديه اللي كنفتخروا بها اكيد. وانا شخصيا كنعتبره احسن مكان عندي في الدار، انه كنشم فيه ريحه المغرب، كنتذكر به ذكريات جميله اللي كتخليني نفتخر بمغربيتي وبالصناعه المغربيه التقليديه. فيه مهم شويه الجل، شويه الصوفه، شويه ديال النحاس، شويه ديال الفخار، مهم شويه من كل حاجه. حاولت انني نقاد على شو ما قديت، يعني باش نقديو فيها ان شاء الله اوقات جميله انا واسرتي الصغيره. ونتمنى ان شاء الله هاد الاشياء تنال اعجابكم، اللي بغيتو تشوفوها بالتفصيل بالاثمنه بالمكان منين كنت خديتهم. راه سبق لي وشاركت معكم هادشي كلشي منين كنت رجعت في المغرب. غادي نخلي لكم الروابط ديال هاد الفيديوهات ان شاء الله في صندوق الوصف، ما نطولش عليكم، ندوزو ان شاء الله نكتشفوا. وهنايا الغزالات غادي نبداو من هاد الجهه هادي. هنايا عندي هاد الكليسه المغربيه التقليديه 100% اللي غادي ندوز ان شاء الله نشاركها معكم بجميع التفاصيل. غادي نبداو بهاد الكنابي هذا. هذا كنابي بالنسبه للبنات اللي كانوا كيتابعوني، راه هذا كنتو شفتو عندي في داري القديمه، كانوا عندي منه جوج، فخليت منه غير واحد باش ما يجيش البلاصه تجيش مضيقه. وهذا هو اللون الاصلي ديالو، هو هذا الكريمي هذا، فما بغيتش نخليه هكاك على طبيعته، فحاولت نقلب ليه على شي غطاء اللي غادي نغطيه به. فخديت هذا الغطاء هذا او هذا ليزر هذا اللي خديته غير من ايكيا ماشي من المغرب، ولكن جا صراحه زوين ديبانيت فيه ويوقد حاجه. وخديته في هذا اللون هذا اكسبري على حساب المخدات باش يتماشى لي معاهم في اللون. هنايا كنت جبت معايا من المغرب هاد جوج مخدات هادو ديال الصوفه اللي كيجيو مخدومين على اليد وفيهم ديك الموزونه، يعني زوينين بزاف. خديت زويجات في الحمر وخديت محدا معاهم في هاد الاصفر هذا، ما عرفتش واش كيبان لكم مزيان لان ضارب عندي الشعب بزاف هنايا. وبالجنب الاخر حطيت وحيده في الحمر، وجاو يعني صراحه يعني جات كل حاجه شاده بلاصتها. وكذلك منين خديت هاد الثلاثه هادو حاولت ناخذ ليهم البوفات ديالهم، فخديت وحده في الصفر اللي درتها مباشره محطوطه مع هذيك يعني اون فاس مع هذيك المخده، وحطيت جويجات في الحمر وحده هنايا، وحطيت الثانيه هنايا. والزربيه اللي ما نساوش حتى نهضروا عليها. بالنسبه للزربيه بزاف غادي يسولوني كي درتي جبتها من المغرب، فعلا جبتها معايا وكنت شريتها من طريق مراكش، وزوينه وما كانش الثمن ديالها صراحه غالي، وتا هي هكا مخدومه على اليد ديال الصوفه وما ثقيلاش. هذا هو الاهم، انها ما ثقيلاش، خفيفه في الوزن ديالها، يعني ما هزاتش ليا كاع الكيلوات. وهاد اللوينات اللي خديت فيها حتى هما فيهم يعني كما شفتوا طاغي الاحمر والصفر ولوينات اخرين. وهنايا وضعت هاد الصندريات هادو جويجات حتى هما اللي تبارك الله حتى هما مخدومين على اليد وداخلين فيهم اللوينات هكا منوعين، والاهم ان دخل فيهم الصفر والاحمر. سبحان الله جات غير صدفه، ماشي زعما خديتهم اكسبري زعما على ود المخال، ولكن الحمد لله جاو زوينين. وهنايا ها نتوما هذا هو الديزاين ديالهم من الفوق، وخديت حتى هما منهم جويجات. وكانت هذه هي الكليسه ديالي، يعني بسيطه وتقليديه ويعني بجميع تفاصيلها. دابا من بعد الكليسه اللي تعرفنا عليها غادي ندوزو للجهه اللي واحد الحيط او واحد البودره اللي حداها مباشره. كنت جبت معايا هاد المرايه هادي اللي صراحه ما كرهتش لو كان قدرت نجيب وحده كبر منها، ان تبارك الله فيهم مشكلات بزاف ولوينات بزاف واحجام، يعني كاين اللي كبارين كاع بزاف وكاين اللي صغيرين. انا جبت معايا هادي متوسطه، والعقوبه المره اخرى ان شاء الله نجيب معايا كبار وكبار، علاش لا نجيب معايا السيري كامل. هانتوما راه مرايه بصح ماشي زعما غير ديكور، وتبارك الله يعني زوينه حتى هي مخدومه غزاله باللوينات ديالها بتفاصيلها. هانتوما
وهنايا تحتها مباشره كانوا عندي واحد الطاجيرات اللي مشحال هادي غير محطوطين ما كنتش كنستعملهم، فمنين كانوا بقاو ليا شي ديكورات فكرت مشيت جبتهم وحطيتهم وحطيت فيهم هاد الديكورات هادو اللي غادي نشارككم معكم ان شاء الله بالتفاصيل. غادي نرجعوا للطبقه الفوقانيه. هنايا هذه واحد العلبه ديال كلينكس اللي هي زوينه داخلين فيها هاد اللوينات وهاد اللبنات هكا كنحطها ما جاتني في حتى طاجيره ففكرت ان نحطها هكا. وفي الجنب ديالها حطيت هاد الشميعات هكا كيجيو غزالين في الاحمر باش يتماشاو ليا مع نفس اللون. وفي الطاجيره اللي تحت منها مباشره حطيت هاد الحاملات الشمع غزالين، هادو كنت خديتهم من مراكش ورخاصين يمكن بشي 30 و 35 درهم. وهنايا قلت نشعلهم لكم باش تشوفوا كيفاش كيجيو، واخا اليوم دابا النهار ما غاديش يبانوا لكم ولكن سبحان الله في العشيه كيعطيو واحد الديكور غزال 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 للبيت ولا هكا في صاله الجلوس كيجيو زوينين. ووسط منهم حطيت واحد البريرين هكا درت هذا كادر وحيدت ليه التحت ديالو درته ما عجبني هذا السيل اللي فيه ديال الحجيرات فقلت غادي نديروه فوق منه نحط فوق منه البراد وضعت منه هاد الشوشيه هكا جات هو زوين. ها انتما كيفاش كيجيو. والطبقه التحتانيه وضعت واحد المبخره هذه ما كنستعملها صراحه باقي عمري ما استعملتها ماشي بزاف باش خديتها وحطيت حداها هذا بليغه ديال ولدي ويبان كلشي استعملته حتى حاجه ما كتضيع. هذا بليغه ولدي حتى هو ديك كنا خدينا ليه في الطاره ديالو فصغرت عليه حتى هو وقلت غادي نخدمها. جا حتى هو اللون جا بحال اللون ديال هاد المبخره وكيجي هذا هو السيل ديالها. نعاود نوري لكم مره اخرى. البنات غادي ندوزو للصحيح واللي هما الديكورات كيفاش ستفتهم لان بزاف البنات قالوا لي كيفاش غادي تستفي هاد الديكورات الانتصار اللي جبتي معك. انا غادي نوريكم. اول حاجه قبل ما غادي ندوز نشارك معكم ديك بلاصه غادي ندوز نشارك معكم واحد الديكور اللي عزيز بزاف بزاف على قلبي واللي هو هاد الطابلو. هاد الطابلو هذا اللي كيعبر على الاصاله المغربيه ديال البراد والكويس ديالو تبارك الله حتى هو اللي مخدوم زوين. وكنت هذا غير همزه طحت فيها صراحه لان الثمن ديالو كان جد 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 مناسب وكنت خديته هذا من جامع الفنا. انتما كيفاش داير تبارك الله زوين. وغادي ندوز دابا نشارك معكم هاد الجهه هادي هي الاولى ونتسالي منها ندوزو للجهه الاخرى اللي على اليسار. المهم غادي نجيو غادي نبقاو بادين من الفوق من الطبقه العليا وحنا نازلين. بالنسبه للطبقه اللي الفوق درتها كلها ديكورات اللي فيهم الحمر، اي حاجه عندي فيها الحمر حاولت نحطها فيها. هذه على فكره هذه راه حامله شمع وانا هكا درتها كديكور حطيت فوق منها داك البريريت صغيور فجات صراحه زوينه. حداها حطيت هاد الطويجين هذا هاد الزليفه. المهم اي حاجه فيها هاد اللون هذا حاولت نحطها تما. وفي الجنب كاع حطيت داك السيري ديال الحامله الشموع اللي صراحه كيجيو رائعين في المساء وتبارك الله راه متوفرين في جميع الالوان. مورها مباشره في الطبقه اللي لتحت حطيت كل شيء اي حاجه فيه هذا اللون هذا اللي برتقالي ومزيج كذلك ما بين الاصفر. المهم حاولت نحط كاع هاد الديكورات هادو. نجيو نبداو من هذا الجنيب هذا. هنا عندي هاد الخميسه هذه راه صراحه هذه راه ديال السوارات او المفاتيح. انا صراحه ما بغيتهاش تكون يعني خديتها خصيصا باش نعملها كديكور فجيت حطيتها هكا بهذا الشكل مايل وكليتها من اللور بحال الزجاجه باش تجي بحال هذا الشكل وكتجي صراحه زوينه بزاف. حداها حطيت هاد حاملات الشمع هذه مره اخرى وحطيت فوق من هاد البريريد هكا. هذه حداهم كاينه هذه بونبونيير غادي راه كتحل كتحطي فيها. المهم هادشي كلشي انا خديته كديكور. وهنايا حطيت هاد الرابوز هادو تا هما راه كاينين في احجام والوان زوينين بزاف. المهم انا هاد هو السيري اللي خديت. وفي الجنب خديت هذاك الطابلو اللي فيه سوفونيغ دو ماروك هكا كيجي فيه داك الخنجر. ويمكن ما شفتو كلهم جاو لوينات يعني متناسقين كلهم سيري ديال اللون متابعين. وفي الطاجره مباشره اللي لتحت حاولت ندخل الديغرادي ديال هذاك البرتقالي فدرت جميع الديكورات اللي فيهم الاصفر. فغادي نجيو في هذا الجنيب هذا وضعت هذا البريريد هذا الزويون درت فيه هادو راه كيتباعوا بورتكليات ولكن انا خديتهم باش نولي نزين بهم هكا البرارد كيجيو غزالين. خديت فيهم شي لوينات
صافي درت هكاك من الفوق كيجي حدا هاد الطاجين. مهم كما ذكرت سيري واحد، هادو كانوا عندي قدام ماشي هاد المره، هادو كنت كان جبتهم ليا ماما شحال هادي هما، وهاد هاد البراده او هاد القريبه هادي بالكويس ديالها. شو تبارك الله الخدمه غزاله والوينات فنين. وفي الجنب ما كنت لقيت باش نعمر فخديت هذاك التبصيل، هذاك حتى هو كان عندي مشحال هادي. وغادي نجيو نتعرفوا على الطبقه اللي في الاسفل اللي غادي نجيو حتى هي غادي ندير فيها كلها ديكور الازرق اللي غادي يجي متناسق. نقربكم منه اكثر. فهنا في الجنب وضعت هذا البريريد، هادو غزالين تبارك الله، كانوا فيهم لوينات بزاف صراحه، ما كرهتش كون خديت كاع الاول فيهم. صافي اللي حتى هو وضعت فوق منه هاد الخميسه هادي، كيجي غزالين حداه كذلك الطويجين ديالو. ها انتما كيفاش كيجيو حداه هاد الزليفه، كيجي حداه هاد الطويجنات هادو. هادو كما ذكرت هادو راه بلديين معروفين يعني تبارك الله، يعني هادو من الموديلات القدام ديال الطويجنات الفخار. وفي اللور كاع وضعت هاد التبصيل هذا، هذا للاسف يعني كما شفتم شقوق ولكن ما يمكنش ليا نفرط فيه، نفرط في التحفه هذه. فهذا ربما كتشوفوني يعني شحال هذه وانا كنقدم فيه الرغايف في الحليوات التقليديين، وتبارك الله الخدمه ديالو زوينه بزاف. هانتوما المهم تنبع ان شاء الله ونحاول نقاد هاد الشقه هذه اللي بانت فيه. وهنا في الجنب وضعت هاد البريريد هذا هانتوما. وغادي نجيو للطبقه يعني اللي لتحت كاع هذه، فحالي غير دي بانيتها وصافي مؤقتا. انا كنت مكرهتش تكون وضعت فيها شي سيري ديال شي لون اخر، ولكن ما عنديش المره الجايه ان شاء الله نمشي للمغرب نجيب شي سيري اخر ديال شي لون اخر، فحاولت انني نوضع فيها مزيج ما بين الازرق والاخضر. ها انتما كما كيبان لكم. فهنايا في الجنب وضعت هاد الفراقه هذه ديال هاد الطويجنات، هي هذه كيجي حداها، وضعت هذاك الطبصيل في الخضر. المهم حطيت هكا مزيج كما ذكرت الزرق والخضر. وهنايا حطيت حداهم هاد الكويسات هادو ديال الفخار المجلجين، وهاد الطويجنات هادو صغيورين، وكويس اخر ديال الفخار. المهم هذا هو الشكل ديالو. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات طال سقامي، كيف نبقى حيور وانتي مسلية روفي يا الغزال فاطمة. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات طال سقامي، كيف نبقى حيور وانتي مسلية روفي يا الغزال فاطمة. هادي تكون عجباتكم وتكونوا خديتوا منها افكار وتفكرتوا شي حويجات اللي تقدروا ان شاء الله المره الجايه تجيبوهم معكم. وهنايا قبل ما غادي ندوزوا لهاد الطاجيرات اللي على اليسر، هنايا كان عندي واحد الشرجم اللي فارق ما بيناتهم، والفوق كاع كانوا كنت جبت معايا واحد الترازات او واحد الطريشات اللي معروفين في مدن الشمال بزاف، وما بغيتش نبقى غير مخبياهم. ففكرت كيفاش غادي نستغلهم في هاد الجلسه هادي، ففكرت ليهم نعلقهم تما، فمشيت تغيير جبتهم ودرت ثلاثة تقيبة تما، ودرتهم من الكبير للصغير وتهما جاو صراحة. المهم كما شفتوا أي حاجة طاحت ليكم في بالكم جميع المناطق التراث يعني التراث تاع المغرب كامل جمعتو عندي هنايا. ودابا غادي ندوزو إن شاء الله نتعرفوا على هاد الجهة هادي. فمرة أخرى غادي نجيو نبداو بالطبقة العليا، وحنا نازلين غادي تجيو الطبقة العليا غادي تحسوا أنها فولكلورية تراثية أكثر، لأن تما في الجنب وضعت هاديك الكفيفة ديال الدوم مع دوك الخريشات وما عرفتش شنو نسميهم اللي كيجيو ملونين اللي كتفكرنا هكا في السوق، يعني غزالة غزالة. أنا هكا خديتها كديكور فيهم تبارك الله يعني شكيله زوينين خرجوا. وفي جنب منها غادي تبان لكم واحد التشكيله واحد الكوليكسيون ديال الطعيرجات اللي ماما فيما كتكون شي عاشوره كتاخذ لي وحده تخبيها ليا، وكيجيو كديكور زوينين. انتما تلقاو الدربوكه، تلقاو يعني الطعيرجات الشكل والنوع اللي بغيتوا تلقاوها. وفي جنب كاين هذاك ما عرفتش هذاك شنو غادي نسميه، المهم هذاك تاي واحد الاله هكا كيتكون بزاف كيتباعوا في مراكش. المهم كيجي هذا هو الشكل ديالهم. تحت منها مباشره غادي نبدا نوضع في ديكورات ديال النحاس. غادي نجيو تما في داك الجنيب حاطه واحد الطاس ديال النحاس، تحت منه هذيك واحد الحامله ديال الكيك، غير انايا وضعتها تحت منه باش يجي طالع ويجي باين اكثر. حداه حاطه واحد الكويس. غادي نجيو هنايا الوسط حاطه هاد الطيفور هذا ديال النحاس اللي تبارك الله دابا ولاو في احجام كثيره، كيجي هذا هو الشكل ديالو.
فانا ما كيعز عليا انا نخبي هذا الشيء، فكنبغي كله حطيته هنا باش نبقى نشوف فيه صباح وعشيه. والجنب ديالو حطيت هاد الحاملات او هاد الشميعات هادو كيجيو فهاد الكويسات زوينين، مع بان لي فهاد اللون هذا قلت غادي نحطهم هكا حدا النحاس. وهنايا هادي حتى هي واحد الحاملة ديال الشمع، هادي ديال بحال ديال الحديد، وفوق منها حطيت هذاك الطاس صغير ديال النحاس حتى هو، وفي الجنيه بهذاك الطويسيل زوين هانتوما كيفاش داير حتى هو ديال النحاس. المهم كما شفتوا كلشي جا هنايا ماتشي، يعني نفس اللون النحاسي. مباشره تحت منه غادي يجي طبقه اخرى ديال الطيافر، هادو طيافر ملكيين يعني فيهم الوان ديال الرايه المغربيه الاحمر والاخضر، كيجيو غزالين كاينين حتى هما فيهم حجم بزاف. المهم خديت انا هذا الكبير حطيته الوسط، وفي الجنب ديالو حطيت هذوك الصغيورين ديالو هما هادو، يعني كيجيو ماشيين معاه. وفي الجنيه بحداه حطيت هاد الطيافر اللي جاو صغار منه، تما كاين واحد في الحمر وفي الجهه الاخرى كاين واحد كله خضر. ها انتما كيفاش كيجيو من بعد. وفي الجنيه بكاع حطيت هاد واحد الكويسات هادو ديال النحاس كانوا عندي حتى هما، فحاولت نحطهم هكا في الجناب ديالو. وغادي نجيو مره اخرى غادي ننزلوا الطبقه اللي تحت منها اللي حتى هي جات كلها نحاسيه، وغادي نشاركها معكم كلها بالتفاصيل. مهم هنايا غادي نجيو نبداو بهاد الجنيب هذا. هنايا غادي تشوفوا عندي هاد الكميسه هادي فيها وريقات ديال الحنه، هادي من الاشياء اللي كانوا جاوني في الدفوع يعني من يامات عرسي، وكنت خديت جويجات هكا احتفظت بهم جبتهم معايا لكندا وبقيت مخبيهم حتى جات الفرصه واستعملتهم هكا حطيتهم ديكور، جاو زوينين هكا فيهم الطريزه هادي حتى هي في الذهبي. حداهم غادي تلقاو هاد المريشه هادي اللي حنا في المغرب كنعمروها بالموارد ولا المزهر هكا في المناسبات والاعياد، زوينه هكا. وضعت خديت هاد الحامله هادي من هنايا، هادي خديتها من هنايا، هنا كيوضعوا فيها الشميعات، فخديت انايا هكا في النحاسي وضعت هكا فوق منها وجات هكا، جات ديكوره صراحه جا زوين. هنا عندي واحد الطبيصيل فيه هاد الطبيقات هادو صغيورين، هادو معمراهم بالعود ويعني البخور، كيجيو هكا هادو تما كنستعملوهم في اعياد والمناسبات زوينين. وهنا غادي تبان لكم واحد الشريبين صغير هذا من يمه السبوع بنتي، وكان تسخر عليه ما لبساتوش بزاف وعز عليا انني نحيدو، فبقيت مخبياه حتى منين بديت كنصايب هاد الجلسه هادي وانا نتفكر منين دخلت هاد الديكور دابا وانا نتفكر، وطلعت كنجري نجيبو وحطيته. خديت لي حتى هو هاد الحامله هكا وضعته بهاد الشكل هكا. وهنايا غادي تلقاو هادي وسط منها شميعه، ولكن هادي ما كنخدمش هاد الشميعه هكا، خديتها غير ديكور، هادي حتى هي خديتها من هنايا. وهنايا كاين هاد البخره صغيوره زويونه هكا، وكاين هنايا واحد الحامل ديال المصحف الكريم، هذا كتحطي فيه شي مصحف صغير وكتحطيه في مكانك المفضل في البيت كيجي زويون. وتما كاينه كموس اخرى ديال ورقات الحنه، وجا هكا حاولت انني نماتشي كلشي يجي نحاسي ويجي تقليدي، وصراحه جا هذا يعني من بين الطاجيرات المفضلين عندي هو هذا، يعني عجبني بزاف. وتحت منه مباشره مره اخرى غير ديبانيتها هكا وضعت فيها سيريات ديال الطويجنات الفخار، غادي يبان لك اللور واضعه. المهم يعني كاع اللوينات تبارك الله اللي طاحوا لك في بالك غادي تلقايهم، هادو غزالين، هادو كنت جبتهم مؤخرا من المغرب في اخر مشيه تبارك الله، هادو خديتهم غير بخمسة درهم على مزويناتهم، وضعتهم في هاد الطبيصيل هاد كات الخشب، جاو زوينين. وكما شفتوا تبارك الله عرفتي الا جيت نحسب شحال عندي ديال هاد الطويجنات هادو خاصني نقلب فيهم البيع. صافي غادي نوريكم عن بعد كيفاش جات هاد الجهه هادي اللي جات على اليسار. نهاية الفيديو، نتمنى ان شاء الله هاد الجولة الخفيفة اللي كنت شاركت معكم في هاد الجلسة المغربية اللي هي قدامي تكون نالت اعجابكم، وانا صراحة ما تتخيلوش شحال فرحانة بها، لان مرة كنكون مشغولة في شي حاجة وكنكون دايزة من هنا كندوس كنوقف كنبقى نتأمل في شي تصويرة ولا في شي براد ولا شي حاجة قدرة ما يعني كيعجبني او كيجذبني هذاك تناسق الالوان ودوك الديزاينات هذوك الافكار هذاك الاتقان تبارك الله ما شاء الله على الصناعة المغربية التقليدية.
ونتمنى حتى نتوما ان شاء الله تكونوا خديتوا افكار، ربما كذلك البنات اللي كيعيشوا في الغربه يكونوا يعني خداو افكار، ربما فكرتهم شي حوايج اللي كانوا باغيين يجيبوهم المره الجايه ان شاء الله، علاش لا، ويكون كذلك يعني نال اعجابكم وكنت خفيفه دائما على قلوبكم. ما بقى لي الان الا نقول لكم الى اللقاء يا اغلى اخواتي.